بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحان من علا فقهر وبطن فخبر وملك فعدل، وأشهد أن لا إله إلا الله. الأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاءه. ينادي في الحديث القدسي الجليل ويقول: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فقدتني فقدت كل شيء، وأنا أقرب إليك من كل شيء. ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا إلى صراط الله المستقيم سيدنا محمد قال عنه خادمه أنس بن مالك: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة النبي. كأن يده دخلت في جونة عطار. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار الأطهار. وبعد، أيها الجمع الكريم، إن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على الجميع، فعلى الجميع أن يعلم تمام العلم، مهما عمر ومهما تمتع ومهما تنعم ومهما شيد من البناء ومهما جمع من الأموال، فإن المآل وإن المرجع إلى الله. فإن الدنيا ما هي إلا قنطرة ومرحلة إلى الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم، هناك دار أعلى وأرقى وأجل من الحياة الدنيا، الآخرة، لأنها في جوار العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لذا وجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم هذه الحقيقة، حقيقة الموت. أمر الموت أمر حتمي قدره الرب العلي على الصغير والكبير وعلى الرئيس والمرؤوس. إذن هذه حقيقة لا تحتاج لجدال بأي حال من الأحوال. ثم تأمل إلى حال سيد الرجال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علم وعلم أصحابه أن الدنيا ما هي إلا مرحلة، وبعد ذلك ينتقل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة تسمى بالحياة البرزخية، ثم البعث والنشور والحساب والوقوف بين يدي أحكم الحاكمين وهو الله. لذا سئل سيدنا علي ابن عم النبي: كيف يحاسبنا الله جميعا من لدن آدم إلى نهاية الخليقة؟ كيف يحاسبنا الله عز وجل في وقت واحد وهو القادر؟ كيف يحاسبنا الله جميعا في وقت واحد؟ قال سيدنا علي: كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم جميعا في وقت واحد، وهو القادر سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، اعلموا تمام العلم
بأن الموت ملاحقنا جميعا، فواجب على كل إنسان أن يعد العدة للقاء الله. واعلموا أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لذا لقد ورد أن العبد التائب الآيب الذي تاب إلى الله وعاد إلى الله واصطلح مع الله وتوكل على مولاه سبحانه جل في علاه، العبد حينما يتوب وحينما يرجع إلى علام الغيوب فباب التوبة مفتوح، وهذا فضل وهذا كرم وهذا عطاء من رب الأرض والسماء لمن ارتكب الذنوب والمعاصي والأوزار. إذا مات هذا العبد ويحمل على أعناق الرجال ويدخل في القبر ويقومون بغلق هذا القبر وبإحكام هذا القبر، ويظل هذا الميت وحيدا فريدا في قبره في حفرته في مكانه، يتجلى الكريم والكريم هو الله، يتجلى الحليم سبحانه وتعالى ويقول: يا عبدي لقد تخلى عنك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق، وأنا الآن سأرحمك رحمة يتعجب منها الخلق جميعا، ورحمتي وسعت كل شيء. فلنتب إلى الله ولنرجع إلى الله، عسى الله أن يرفع الغمة عن الأمة. فيا عبد الله إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسن من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. في نهاية كلمتي أتقدم بخالص العزاء إلى العائلة الكريمة وإلى الأخ الكريم الفاضل الأستاذ أحمد أبو سامر، وإلى حضراتكم جميعا بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إدارة أوقاف الحسينية بأئمتها وعلمائها وخطبائها الفضلاء، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الوالد الراحل في واسع رحماته، اللهم ضاعف في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم آنسه في قبره حتى يلقاك، اللهم افسح له في قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب جد عليه بعفوك ولا تحوجه لغيرك، ومتعه بالنظر إلى جمال وجهك، واجعل روحه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، طبتم وطاب ممشاكم وطابت لكم الجنة، وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين.